السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن فوائد الطبية لأوراق العنب، فسنقدم لكم إن شاء الله 11 فائدة من هذه من فوائد أوراق العنب. أولا، أوراق العنب فهي تساعد على زيادة نشاط الكبد ومقاومة الالتهابات. وثانيا، تنشط الدورة الدموية وتنظم عمل القلب. ثالثا، فهي مفيدة لمرضى السكري حيث سكرية بسيطة وأحادية. رابعا، فهي مفيدة لمرضى الروماتيزم والنقرس لأنه يساعد الجسم على التخلص من الأحماض العضوية الناتجة عن تناول البروتين والدهون. خامسا، يحمي من نقص المناعة. سادسا، يمنع الجلطات ومضاد الالتهابات والبكتيريا والسموم التي يحتوي من مركبات الفلافونويد. سابعا، يساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي ودوسناتاريا، انحباس البول، يخفف كذلك ألم الدائدة الدودية. ثامنا، فهو ملطف للرشح والتهابات الحبوب الأنفية، كما أنه يخفف من التهاب اللثة والأسنان. تاسعا، يساعد في علاج السرطان حيث أوضح الباحثون أن مادة الريس في راتورول لتتحول إلى عنصر مضاد للسرطان يستطيع تدمير خلايا سرطانية خاصة سرطان الأمعاء. وعشرا، فهو مقاوم للإدمان لأنه يحتوي على مركب الريسفيراتورول الذي يقوم بعملية غسل الدم. حادي عشر وأخيرا، فهو يساعد على تقليل الوزن حيث أنه يحتوي على سكر بسيط يستطيع الكبد اختزاله فلا يتحول إلى صورة دهون على صورة دهون. إذن كان هذه هما فوائد أوراق العنب. إذا كانت لديكم أي عنصر طبيعي تريدون أن نتحدث عنه في فيديو خاص فأتركوا لنا في تعليقا وسوف نخصص لهذه العنصر فيديو خاص. وأشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم هذا الفيديو. ألتقي في فيديو آخر إن شاء الله.